عندما أدرس أنا بحب عندما أسمع نقد إلي، أنا بعرف أن نفسي مش معصوم، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم رب، بس أدرس هذا الموضوع. دراستي لكل ما أثير، ما أثير من مراجع لم يقرأوا كتبي، ومن لأنهم استمعوا جماعتهم، أو من مشايخ أو من ناس، مشكلة كل هؤلاء أنهم لم يقرأوا كتبي ولم يسمعوا خطبي. يعني في ناس هم احنا جاب كل جمعة نحكي عن الأئمة وعن عصمة الأئمة وعن عصمة الزهراء وعن عصمة الأنبياء وعن علي بن أبي طالب، سيد بيقول علي بن أبي طالب كله ذنوب والزهراء مو معصومة والأنبياء مو معصومة، اسمعوا ما مستعد يسمع، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. مشكلة بعض الناس ما مستعد يقتنع هذا، ولذا الإنسان يتركهم لله ويدعو الله لهم بالهداية. لذلك نقول الإنسان لازم لما يسمع نقده فكر، يمكن يكون صح حتى يصلح حاله. بس أيضا هالخل النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا شو تراب أقدام رسول الله، بالقرآن أنت عم تقرأ ساحر كاهن كاذب أساطير الأولين اكتتبها، مجنون مجنون. كان أبو لهب يمشي وراء النبي لا تصدق ابن أخي فإنه مجنون، ولكن كلها تحطمت هذه. وإحنا نتألم، الله يعلم أنا أتألم وأشفق على هؤلاء لأنهم يكذبون فيما لا يكذب به، والناس تكتشف الناس مش غبية، والناس أفضل واحد ينطلي هالشيء بس بعدين يفهم. مش بس بالنسبة إلي، ليش الآن مثل الإمام الخميني لما انحكم في علماء كبار قولوا أنه هذا هندوسي، واحد وقف من العلماء الكبار وقف أسبوع ويقول قال والله إن السيد الخميني في النار، وفي ناس هيك بيحكوا. يمكن إجت فكرة خاطئة في نفوسهم. لذلك أنا كل ما أتألم، بعض الناس يجي يقول سامحنا، الناس الطيبين بسامحهم، بس الناس اللي أثاروا الفتنة وخططوا إلها ما بسامحهم. مثل ما كان بعض الناس يحكوا على السيد الخوئي، مثل الحكي اللي حكى علينا إحنا، السيد الخوئي كان يقول لي موقف بيه أنا أمام الله معه، وأنا كذلك أقول اللي خططوا للفتنة من مشايخ من غير مشايخ إلي موقف بينهم معهم أمام الله. أما الناس الطيبين اللي ظللوا لا، كلهم أسامح. سألهم يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، جاءوا 50 حلف فلان فعل كذا، أن تريد أن تتأكد تتثبت تذهب إليه تقول له نقل عنك من شخص ثقة أنك فعلت كذا وصدر منك كذا، هو يقول لا أنا لم أفعل، الإمام يقول 50 وحلف أنه فعل كذا هو أنكر، يقول الإمام صدقه وكذبه ولا تذيع واحدة من هذا الحقير أمامكم عزيز. هسه دي ينسبون إلي لا يقول بعصمة الأئمة، لا يقول بكذا، لا يقول بكذا، بابا لا أقل أنتوا ارجعوا إلى تراثي شوفوا بي هذا الكلام ما بي. ارجعوا إلى دروسي شوفوا أكو مكان لهم، ها وين يقوله أعزائي ها في مجالس الخاصة، أنتوا لا تعلموا بينك وبين الله بعد ماذا شلون تدافع عن نفسك. إذن القضية واللطيف لو تسأل عن هؤلاء الذين يتكلمون عموما أتكلم الزمارد كذا، اسأل كن بينكم وبين قرأتم كتابا واحدا له لولا، يقول لا اسمع المقاطع مالك. ما أدري متى صارت المقاطع الثانية 3 ثواني وعشر ثواني ودقيقة ودقيقتين حجة على ماذا؟ حجة على صاحبي. إذن هذا آخر ما كتب بالأمس وصلني يقول هل يدعو السيد الحيدري إلى دين جديد مولانا مو إلى مذهب جديد؟ قلت هسه إلى مذهب جديد معناه أنه قبل بإسلامنا، أما من يدعو إلى دين جديد هذا معناه يريد أن يتجاوز ماذا؟ الإسلام مولانا، هو يريد يسويه. هذه نتيجة ماذا أعزائي؟ نتيجة أنه سمع مقطع دقيقة أو دقيقتين أو أقل أو أكثر فتصور أنه هذا مدعانا، لا يعلم ما هي المقدمات ما هي النتائج، ثم هذا رأينا رأي الآخرين. مع الأسف الشديد أن هذه مشكلة الشبكة العنكبوتية أو الاتصالات والمعلومات، هذه المشكلة أعزائي نواجهها ولا حل لها، يعني مو فقط بالنسبة إلى الكثيرين. قم ماذا يفعل؟ لا تستدل على السيد الحيدري شي يسوي، هو أنا دا أتكلم عن السيد الحيدري، دا أتكلم عن المحقق، المحقق ما انتهى إليه أن هذا كتاب الله.
تصوره كتاب كما قاله زرادشت ملا، كما قال. هسه راح يقطعون هذا، يقول السيد الحيدري يقول القرآن كتاب كما قاله زرادشت. هسه اطمئنوا وستسمعون بعد ذلك. يقولون سيدنا اخر هذني الجمل واحد قال لي سيدنا لا تقول، قلت له بابا لا عاد شنو اقول، قول لي اسكت خلصت، وانا دا اخلي القرينه المتصله والقرينه العقليه والقرينه اللفظيه واكرر. كونوا على ثقه، بعض المثقفين اتصل بي قال لي سيدنا ايش قد تكرر البحث، ايش قد تكرر البحث، ايش قد اللي قايله قبل. قلت له يا عزيزي هيدا اقول حتى من يريد يقطع لا يقدر مولانا يتلاعب، شنو اسوي، ماذا افعل هسه؟ من اقول للمرضى يقولوا ليش تقول هذول مرضى، مو سيدنا انت معتقد. يا اخي لعد هذا اسلوب العالم، انه محاضره الان 45 دقيقه يطلع منها 40 ثانيه يقول هذا راي سيد الحيدري، هذا منطقي. ولذا انا قلت هاي الجمله والان اكررها، من اتهمني ولا دليل عنده انا خصيمه يوم القيامه. شوفوا بدليل الذي يقول لا انا كان عندي دليل، هسه جيدا نتحاسب يوم القيامه. أما من اتهمني بلا دليل فأنا شنو؟ خصيمه يوم خلص.